الآن مشاهدينا إلى لميس وأحوال الطقس. أهلا رابية. شكرا. أهلا بكم. حالة الطقس الخاصة بشرق المتوسط، وسنتحدث عن تفاصيل العاصفة الشتوية الثلجية هدى التي كثرت الأحاديث عنها مؤخرا، والتي من المتوقع أن تؤثر على عموم مناطق بلاد الشام. ونبدأ مع فلسطين، وبحسب موقع طقس العرب تتأثر البلاد اعتبارا من يوم الثلاثاء القادم وحتى الخميس بعاصفة شتوية ثلجية مترافقة بكتلة هوائية قطبية شديدة البرودة ورطبة قادمة من أوروبا. نتحدث عنها بالتفصيل، وهذه العاصفة تبدأ صباح يوم الثلاثاء، ونبدأ من يوم الثلاثاء وحتى ساعات الظهر تشهد المنطقة الشمالية وأجزاء من السهول الساحلية هطولات مطرية غزيرة أحيانا على فترات، وقد تمتد أحيانا بعض الهطولات المحلية إلى بعض المناطق الوسطى. ظهر الثلاثاء وحتى ساعات المساء تنتشر الأمطار إلى أجزاء أوسع من الضفة الغربية، وتبدأ الثلوج في شمال البلاد التي ترتفع فوق 1200 متر، وبعد الظهر تمتد إلى ما فوق 1000 متر. مساء الثلاثاء وليلة الثلاثاء تهطل الأمطار بغزارة في شمال البلاد ونصف الشمالي في من أوساطها، وتكون مصحوبة بالرعد أحيانا، ويمتد تساقط الثلوج إلى المرتفعات الجبلية التي تزيد عن 750 متر. هذا بالنسبة للثلاثاء. صباح الأربعاء وحتى عصر الأربعاء تهطل الثلوج على المناطق التي تزيد عن 600 متر في شمال ووسط البلاد وربما أقل، وتكون الهطولات كثيفة جدا على الجبال فوق 900 متر. بالنسبة لمساء الأربعاء وليلة الأربعاء تشتد البرودة وتهطل الثلوج على فترات في معظم مناطق شمال ووسط البلاد التي تزيد هذه المرة عن 350 متر وربما أقل أيضا في الشمال، فيما تهب عواصف ثلجية في جبال شمال ووسط البلاد والنقب على فترات. يوم الخميس تكون الأجواء قارصة البرودة وبشكل لافت، مع هطول الثلوج المحلية بين الحين والآخر في أجزاء واسعة من البلاد. هنا نتحدث عن ما يلامس 200 متر أحيانا، وتبدأ موجة جليد قد تكون تاريخية عصر الخميس. لذا مشاهدينا يرجى أخذ الحيطة والحذر. أذكر مشاهدينا أن هذه المعلومات هي عن موقع طقس العرب. هذا كان كل ما لدي. شكرا لحسن المتابعة.